الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام، وتقبل الله أعمالكم في هذه الليالي المباركة، ليالي القدر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كنا نتحدث عن الشخصية التكاملية في الإسلام. تحدثنا عن الشخصية من خلال دعاء مكارم الأخلاق، ونحن نعيش أيام الحزن العلوي، لابد وأن نتطرق إلى الشخصية المتكاملة التي سجلها التاريخ بأحرف من نور، ألا وهي شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. فنتحدث اليوم عن التكاملية في شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لنكتشف معاني التكامل وأساليب التكامل في هذه الشخصية الفذة. لعل البعض من المؤرخين اعتقدوا بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه احتوى مجموعة من التناقضات، فكيف بزعيم وقائد ومقدام وهو يعمل في الزراعة وفي حفر الآبار؟ كيف بزعيم وقائد عسكري ورجل الحروب والمعارك الذي قتل الأبطال وشرد الجيوش، كيف به وهو يرق قلبه لطفل صغير يتيم، أو يرق قلبه لامرأة مطرودة من بيتها؟ كيف يمكن لإنسان زعيم لخمسين دولة ويحكم أرجاء العالم الإسلامي وغذاؤه قرصة خبز يابس يأكله ويشكر الله على هذا الطعام؟ اعتقد البعض أن هذه مجموعة تناقضات اجتمعت في شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. نحن نقول لهؤلاء ولمن اعتقد بأن هذه التناقضات، نقول إن هذا هو التكامل، هذا هو التكامل في شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، تلك الشخصية المتكاملة التي استوعبت كل معاني الحياة، والتي تمكنت أن تتخذ المواقف حسب الظرف وحسب المكان. صحيح إن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قائدا شجاعا يقتل المئات والآلاف ويهزم الجيوش، الجيوش كانت تهرب من بين يديه، الفرسان كانوا يخافون من سطوته وقوته. صحيح هذا الكلام، لكن في نفس الوقت كان هذا الإنسان يمتلك العاطفة، كان يمتلك الرقة، كان إنسانا بمعنى الكلمة. عندما شاهد امرأة تبكي فسألها: ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت: أخشى سيدي. لماذا تخشين سيدك؟ قالت: أعطاني مبلغا من المال وقد ضاع هذا المبلغ، وأخشى أن أعود إلى البيت بدون الحاجة التي طلب مني شراءها.
نجد هذا الرجل العملاق وهو حاكم على 50 دولة، نجده يأخذ بيد المرأة ويقول تعالي دلني على بيتك يا أمة الله. أتت هذه المرأة إلى الدار، طرق أمير المؤمنين الدار، خرج السيد وجد جاريته جاءت بدون تلك الحاجة، سألها ماذا فعلت؟ قالت ضيعت المبلغ. فنهرها هذا الرجل فصرخ بوجه أمير المؤمنين سلام الله عليه تعاطفا مع هذه المرأة. فعندما صرخ أمير المؤمنين بوجهه حاول أن يرد على أمير المؤمنين، لكن كان هناك عدد من الرجال يمشون أمام البيت. عندما شاهدوا أمير المؤمنين سلام الله عليه سلموا عليه، فعرف هذا الرجل أن هذا الذي جاء يتكفل أمر هذه الامرأة هو الحاكم، هو أمير المؤمنين. عند ذاك هذا الرجل تغير موقفه وقال له مرحبا بك يا أمير المؤمنين على السمع والطاعة، لقد عفوت عن هذه الامرأة، بل هذه الامرأة الآن حرة في سبيل الله. فأطلق سراحها وأصبحت حرة. هكذا كان قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يدخل إلى البيوت، بيوت الأرامل، كان يوقد التنور ويخبز الخبز، أو كان يطلب من الأم الأرملة أن تقوم بالخبز وهو يلهي الأطفال الصغار. كان يضع يده على اليتامى الصغار. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يتفقد الفقراء، كان يجلس مع الفقراء ويأكل الطعام معهم مرات ومرات. كان أمير المؤمنين يسير وجمع من الفقراء جالسين على دكة وهم يأكلون، فدعوا الإمام سلام الله عليه أن يأكل معهم فيلبي أمير المؤمنين تلك الدعوة. هذا هو الأدب الإسلامي، أن تلبي دعوة من يدعوك. فيجلس الإمام سلام الله عليه مع الفقراء يأكل معهم، ثم يدعوهم في اليوم التالي أن يأتوا إلى داره. هكذا كان أميرهم سلام الله عليه. فقد جمع هذه الصفات، هذه النقائض، وتكامل بهذه النقائض، فهو حاكم صلب صلد حازم في محله، لكن في محله أيضا هو إنسان عطوف وله عاطفة، رقيق القلب، يتأثر ببكاء اليتامى وأنين الأرامل. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا في شؤون حياته الأخرى، ففي زهده وهو في قمة السلطة، كان السلطان وكان الحاكم على 50 بلدا وملايين من المسلمين، ويملك الأموال، تأتيه الأموال من كل مكان، من مصر والسودان ومن خراسان ومن مختلف البلدان كانت تأتيه الأموال وهي مكدسة.
في نفس الوقت كان أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الحاكم، كان طعامه كسرات من الخبز اليابس واللبن الحامض. يقول أبو الجنوب، يقول دخلت على أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد وجدته يأكل الخبز اليابس مع اللبن الحامض حتى آذتني حموضته. تصور هذا اللبن كيف كان، إلى أي درجة من الحموضة. فيقول أبو الجنوب آذتني حموضته، فقال لأمير المؤمنين سلام الله عليه أهذا هو أكلك يا أمير المؤمنين؟ فقال بلى يا أبو الجنوب. كان رسول الله يأكل أيبس من هذا يا أبا الجنوب، ويلبس أخشن من هذا، وأشار إلى ثوبه. فإن أنا لم آخذ به خفت أن لا ألحق به. رسول الله، أنا أقتدي برسول الله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمير المؤمنين يقتدي بأستاذه، بسيده، برسول الله، بمعلمه رسول الله، يقتدي به في مأكله ومشربه. كان رسول الله أكثر من ذلك. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، اكتفى في دنياه بأقل الطعام وبأقل اللباس. كان يذهب مع قنبر إلى السوق ليشتري ثوبين، ثوب بدرهم وثوب بدرهمين، فيلبس الثوب الذي بدرهم ويعطي الثوب الذي بدرهمين لقنبر ويقول له أنت أشب مني. كان عمر قنبر أقل من عمر أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكان إلى هذه الدرجة كان يرعاه، يرعاه كونه شابا، فكان يعطيه الثوب الأغلى. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في طعامه، في شرابه، وهو القائد، وهو الحاكم الذي كان بيده بيت المال. وما كان في بيت المال من المجوهرات والأموال لكن هذا المال لم يؤثر عليه، لم يغير من منهجه، ولم يغير من سلوكه. بقى أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك الإنسان الذي لم يتغير، لم تغيره السلطة، ولم يغيره الكرسي، فهو لا يختلف سواء كان قبل أن يجلس على الكرسي أو بعد ذلك. وحقيقة أمير المؤمنين هكذا طبع أمير المؤمنين، وهذه نظرته إلى السلطة. يقول ابن عباس دخلت على أمير المؤمنين سلام الله عليه بذي قار وهو يخصف نعله، فقال يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ فقال لي ما قيمة هذا النعل؟ فقلت لا قيمة لها يا أمير المؤمنين. فقال والله لهي أحب إلي من إمرتكم.
أحب إلي من هذا الكرسي والحكم وصولجان وكل ما يدور من أمور تتعلق بالسلطة من قصور ومن مواكب، والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذه السلطة عند أمير المؤمنين. السلطة ليست هدف لأمير المؤمنين سلام الله عليه، السلطة ما هي إلا وسيلة. وكان بإمكان أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يستحوذ على السلطة ويكون له كل شيء، لكن أبى ذلك. لو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يداهن معاوية ويتعامل مع الخوارج والمعارضين بسياسة أخرى غير سياسة الإسلام والمبادئ لبقيت له السلطة. معاوية ماذا كان يريد من أمير المؤمنين؟ أن يبقى في الشام، أن يبقى في الشام واليا تحت إمرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنه أبى فكانت حرب صفين. ماذا كان يريد طلحة والزبير؟ كانا يريدان الولاية، أحدهما كان يريد ولاية البصرة وهو الزبير، وطلحة كان يريد ولاية الكوفة. لو كان أمير المؤمنين يعطي هذه المناصب لهؤلاء لما وقعت حرب جمل. وإذا كان قد رفض التحكيم وهو قد قبل التحكيم مرغما، لو كان قد قبل التحكيم وحقق الهدف المنشود وهو القضاء على معاوية، لما كانت هناك معركة الخوارج النهروان. الإمام إذا كان يريد السلطة فأسهل ما يكون للإمام السلطة، لكن السلطة عند الإمام ما هي إلا وسيلة، وسيلة لتحقيق الهدف، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا، وإلا هذا الكرسي لا قيمة له، بل هذا النعل، نعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، أغلى من هذا الكرسي. هذا درس للحكام وللوزراء وللمسؤولين الذين يدعون بأنهم على خطى علي بن أبي طالب. هذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام. السلطة لم تكن هدفا، السلطة كانت وسيلة. كان بإمكانه أن يصنع أكبر دولة وأقوى سلطة لو كان يداهن، لو كان يضع يده مع أيدي الظلمة، لو كان يوقع على صفقات مع هذا وذاك، لكانت الدولة أقوى دولة كان يصنعها أمير المؤمنين. لكن لو كان قد حدث ذلك لما كنا اليوم نذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه. لو كان أمير المؤمنين يداهن معاوية وطلحة والزبير والخوارج لكان اليوم أمير المؤمنين حاكم من الحكام، لا يذكر في المجالس ولا تعقد المجالس من أجله، ولا الملايين يذهبون إلى مقامه الشريف. لكان الإمام مجرد إنسان حكم وانتهى حكمه مثل بقية الحكام. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه قدم المبادئ على السلطة، قدم الأهداف على الكرسي، ولا يهم ذلك، ولا يهمه ذلك. فقد ضحى أيها الإخوة، أيها الساسة، أيها الرؤساء، أيها الحكام، لقد ضحى أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكرسي
من أجل المبادئ، هكذا كونوا، وإلا أنتم لستم على خطى علي. هذا هو علي بن أبي طالب. من الأمور الأخرى أيضا التي نجد فيها شيء من التناقض هو عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالرغم من أنه كان غنيا، الإمام سلام الله عليه كان غنيا إلى حد اللي كان يقول إن صدقتي لو وزع على بني هاشم لوسعهم، هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده من المال. ويذكر لنا التاريخ أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أعتق 1000 عبد من ماله الخاص، مو من بيت المال، من ماله الخاص، من المال الذي حصل عليه من العمل. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يعمل في الزراعة في حفر الآبار، وكان يجدر النخيل، وكان يأخذ أموال، وكان يعمل بالإجارة في الأراضي في الآبار في السقي في فتح الأنهار، وقضى عمره وهو حاكم، وهو حاكم رئيس دولة لم يترك عمله يوما واحدا. عمله الذي كان يعيش منه كان من كد يديه، من كد يمينه، هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه. في الوقت الذي هو أغنى إنسان في ذلك اليوم، ما عندنا في التاريخ في تلك الفترة إن مسلما أعتق 1000 عبد من ماله الخاص إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. تصدق بخاتمه، تصدق بهذه الأموال، فإذا كان أمير المؤمنين غني، ما كان فقيرا أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا تعتقدوا أن أمير المؤمنين كان فقيرا، البعض منا ومع الأسف لأنه لم يقرأ تاريخ أمير المؤمنين يعتقد أن أمير المؤمنين إنسان فقير مسكين، ما عنده شيء، ما عنده أكل يأكل، ما كان هكذا أمير المؤمنين. الإمام كان أغنى إنسان في ذلك، لأنه كان يعمل، كان يعمل بالإجارة، الأموال التي كانت تجتمع عنده كان يتصدق بها، كان يوزعها على الفقراء. وهذا كلام، لو إن صدقتي من الكثرة لو وزع على بني هاشم لوسعهم. إيش قد هم بني هاشم؟ ما شاء الله، كانت هذه الأموال تكفيهم وأكثر. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما كان أهل مواكب، عندما كان يسير كان يطرد الناس من حوله، كان يسير على في موكبه كان يلتحق معه بعض الناس، كان يقول لهم ألكم حاجة؟ كان يمشون معه، كان يقولون لا يا أمير المؤمنين نريد أن نسير معك، فكان يقول لهم انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. بالله عليكم، هل شاهدتم، هل سمعتم، هل رأيتم، هل قرأتم حاكم يلتف حوله الناس وهو يطردهم ويقول لهم انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي؟ أين هؤلاء أصحاب المواكب، أصحاب السيارات، سيارة بعد سيارة؟ أين هؤلاء من علي بن أبي طالب؟ ومع الأسف يقولون نحن أتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنتم أتباع أمير المؤمنين؟
وتعملون نقيض عمله. هذا أمير المؤمنين، اقرأوا أمير المؤمنين إذا لم تقرأوا. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، هكذا كان في حياته، في مسكنه، في كل شيء. والأمر الآخر الذي ممكن أن نسجل لأمير المؤمنين سلام الله عليه حبه للموت، هذا الموت الذي يكرهه كل إنسان، كل إنسان يكره الموت، ماكو إنسان يحب الموت، ماكو إنسان يتلذذ بالموت. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يحس بحرارة السيف يصرخ ويقول فزت رب الكعبة. الناس كلهم كانوا في حزن، الناس حول أمير المؤمنين سلام الله عليه جميعا في حزن، إلا أن هناك شخص واحد كان فرحا بين جميع هؤلاء الحزانة، ذلك الرجل هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان فرحا بالموت، كان يقول فزت ورب الكعبة، لأنه اللقاء مع الحبيب، اللقاء الأبدي مع الله تبارك وتعالى، واللقاء مع النبي الأكرم، واللقاء مع فاطمة الزهراء. هكذا كان أمير المؤمنين يستلذ بالموت. أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول والله لألف ضربة بسيف علي أهون علي أن أموت ميتة الفراش. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين الذي جمع الكمالات، فكان الشخصية المتكاملة، كان الإنسان العامل، بالإضافة إلى أنه إنسان حاكم، كان الغني وهو يعيش عيشة الفقراء مع الفقراء. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذه الأيام، في هذه الليالي، علينا أن نتأسى بهذا الرجل العملاق وأن نأخذ بسيرته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته.